بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. معاكم اسلام في فيديو جديد لأهم نشرة أخبار في الوقت الحالي لجمهورية مصر العربية. يا ريت قبل ما نبدأ في الفيديو اعملوا لايك واشتراك في القناة دعما من حضراتكم ليا، ويلا ننتقل لعناوين الأخبار. وتعالوا نشوف أول خبر معانا، هو باكستان تستعد للحصول على مقاتلات من الجيش المصري ميراج في. والجيش المصري يوضح الطائرات المسيرة 1000 طائرة منها بسبب مقاتلة F-15، وتحرك عاجل في مصر بسبب مصري اتهم جنرالات مقربين من الرئيس السيسي بالنصب عليه ثم حذف الفيديو. والأمن المصري يخلي سبيل مذيع التلفزيون مدحت عيسى. وإيقاف مسافر سعودي في مطار القاهرة والسبب مياه زمزم. ومصر تبني سدا عملاقا في دولة إفريقية. تعالوا ننتقل لأول خبر معانا، هو باكستان تستعد للحصول على مقاتلات من الجيش المصري ميراج. تستعد باكستان لتوقيع عقد مع مصر لشراء مقاتلات ميراج في المصرية حورس الخارجة عن الخدمة. ويفقا للمصادر فمن المتوقع أن يبرم سلاح الجو الباكستاني عقدا مع مصر لشراء طائرات مقاتلة من طراز داسو ميراج في المطورة، حيث كان البلدان يتفاوضان على العقد لسنوات، والآن قد يرى العقد النهائي النور لأن سلاح الجو الباكستاني يريد هذه الطائرات المقاتلة لتعزيز أسطوله الحالي منها. وقال أحد المطلعين على المفاوضات لشراء 36 طائرة من هذا النوع بلغت تقريبا المرحلة النهائية. هذه الطائرات قد خرجت من الخدمة في القوات الجوية المصرية منذ فترة طويلة، لذلك سوف تقوم باكستان بتجديدها قبل إدخالها للخدمة. وتمتلك ميراج في المصرية التي تهتم بها باكستان حوذا عرض محمول هيلمت مونتد ديسبلاي وقدرات القصف الليلي. وقالت المصادر إن باكستان ستعمل على ترقية هذه الطائرات قبل تشغيل عدد قليل منها كما حدث في الماضي عندما قامت بترقية العشرات من طائرات ميراج 3VS بالرادارات الإيطالية وغيرها من الإلكترونيات في مصنع ميراج ريبولد فاكتوري لتطوير مقاتلات الميراج الذي أنشأته القوات الجوية الباكستانية في عام 78. وتسلمت مصر في الفترة بين عام 74 و83 عددا من المقاتلات بلغت 82 طائرة ميراج 5 من فرنسا، منها 54 اشترتها مصر ولكن تم تسليمها عبر السعودية بسبب حساسية الوضع بين مصر وإسرائيل في فترة التعاقد التي سبقت توقيع اتفاقية السلام. وفي عام 96 تسلمت آخر 5 مقاتلات ميراج 5DDM بقية من سلاح الطيران لدولة الزائير عن طريق فرنسا، استخدمتها كقطع غيار كمكافأة على الدور المصري في دعم زائير ضد متمردي كاتان غان الذين عبروا الحدود من أنغولا. وفي عام 2005 تسلمت 19 مقاتلة ميراج 5EAD وDAD وRAD خرجت من خدمة القوات الجوية الإماراتية، وتم استخدامها أيضا كقطع غيار لدعم أسطول الميراج المصري. تقوم القوات الجوية المصرية في الوقت الحالي بإحالة ما تبقى من أسطولها الجوي من مقاتلات ميراج في للتقاعد، وذلك ضمن خطة الإحلال والتطوير لسلاح الطيران المصري، والتي تضمرت أيضا إحالة مقاتلات ميج 21 وإف 7 للتقاعد بالتزامن مع عقود التسليح الجديدة التي تضمنت مقاتلات رافال الفرنسية وميج 29M وسو 35 الروسية. المصدر سبونتياك نيوز. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ونسيت تعمل لايك واشتراك في القناة، ريت تنزل تدعمني وتعمل لايك واشتراك في القناة، ده أقل دعم حضرتك تقدمه ليا. ويلا ننتقل للخبر التالي. الجيش المصري يوضح الطائرات المسيرة 1000 طائرة منها بسبب مقاتلة F-15. تعالوا نعرف التفاصيل الخطيرة دي. وهو كشف المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية في الجيش المصري اللواء سمير فرج خطورة الطائرات دون طيار في التجسس والاستطلاع. وأضاف اللواء سمير فرج خلال تصريحات تلفزيونية: تكمن خطورة الطائرات المسيرة في عدم قدرة الرادار على رصدها وكذلك سعرها الزهيد والذي يشجع على استخدامها في التجسس والاستطلاع وضرب كل الأهداف، لافتا إلى أن حجمها ووزنها صغيران جدا. وقال إن مصر من ضمن 76 دولة تمتلك الطائرات المسيرة بتكنولوجيا متقدمة. وأضاف أن سعر طائرة واحدة من طراز F-15 يساوي 1000 طائرة مسيرة. المصدر وكالات. فدي طبعا تعد حاجة خطيرة جدا، لان دلوقتي الحوثيين بيستخدموا الطائرات المسيرة دي ودايما بيقوموا بعمليات ارهابية ضد السعودية. فنتمنى ان يعم السلام على الحدود السعودية اليمنية. تعالوا ننتقل للخبر التاني، وهو تحرك عاجل
في مصر بسبب مصري اتهم جنرالات مقربين من الرئيس السيسي بالنصب عليه ثم حذف الفيديو. تعالوا نشوف حذف الفيديو بعد قد ايه، تابعوا الفيديو بالتفاصيل عشان تعرفوا الموضوع بالظبط. واثار مصريين يدعى محمد علي جدلا واسعا على مدار اليومين الماضيين في مصر بعدما نشر فيديو يتحدث فيه عن عملية نصب من جنرالات مقربين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وتحدث الفنان المصري الذي يعمل في العقارات والمقاولات عن أموال كبيرة وبناء فنادق بالمليارات في مصر، كما تحدث عن عملية نصب تعرض لها إثر مشاركته في العمل مع هؤلاء الجنرالات قبل أن يقوم بحذف الفيديو الذي حصد مليون مشاهدة تقريبا. ونتيجة هذا الفيديو تقدم محمد حامد سالم المحامي في مصر ببلاغ للنائب العام ضد الفنان محمد علي، وذلك بعد تسجيل الفيديو واتهمه فيه بالهجوم على الدولة المصرية والقوات المسلحة. وأشار المحامي لأن الممثل محمد علي قام من خلال الفيديو ببث أخبار كاذبة بغرض إثارة الرأي العام والإساءة لمؤسسات الدولة والمؤسسات العسكرية. وقال المحامي إن الفنان اعترف أنه كان يعمل مع الجيش المصري لمدة 15 عاما، وعليه لو افترضنا جدلا والفرض الجدلي بخلاف الحقيقة أن الجهات التي تعامل معها فاسدة، فلماذا ارتضى بمشاركتهم في الفساد طوال 15 سنة؟ ولماذا لم يرفض هذا الفساد؟ ولماذا استمر كل هذه الفترة في الفساد إلا إذا كان المبلغ ضده فاسدا بطبعه أو كاذبا طمعا في أموال الأجهزة المعادية المتربصة بالدولة المصرية بعد أن كشف لهم أسرارها وأماكن حيوية فيها لاستهدافها؟ ونوه بأن محمد علي عمل في الجيش 16 سنة، وبالتالي طوال هذه الفترة لم يحرمه الجيش من مستحقاته ولم يأكل حقوقه، مشيرا إلى أن هذا الفيديو يؤكد المصريين أن هدفه هو الخيانة العظمى لصالح أجهزة معادية. المصدر القاهرة 24 وRT. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ونسيت تعمل لايك واشتراك في القناة، ريت تنزل تدعمني وتعمل لايك واشتراك في القناة، ده أقل دعم حضرتك تقدمه ليا. ويلا ننتقل للخبر التالي. الأمن المصري يخلي سبيل مذيع التلفزيون مدحت عيسى. قال المركز القومي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر أن الإعلامي مدحت عيسى المذيع بالتلفزيون المصري تم الإفراج عنه فعليا بعد إجراءات إخلاء سبيله في ساعة متأخرة من مساء أمس. وجاء الإفراج عن المذيع بعد رفض غرفة المشاورة في محكمة جنوب الجيزة استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل الإعلامي بكفالة قدرها 20,000 جنيه والصادر من القاضي المعارضات. وكان عيسى قد ألقى القبض عليه من منزله الثلاثاء الماضي، فتم عرضه عن النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات دون اطلاع المحامين على الاتهامات الموجهة إليه أو معرفة مكان نظر تجديد قرار الحبس. المصدر RT. طيب تعالوا ننتقل للخبر الثاني، وهو مصر تبني سدا عملاقا في دولة إفريقية. نشر موقع خريطة مشروعات مصر مقاطع مصورة من أعمال بناء أكبر سد في تنزانيا والذي تنفذه شركة المقاولون العرب المصرية. ويبلغ ارتفاع السد 134 مترا وطول بحيرته 100 كيلو مترا ومساحة بحيرة التخزين 1350 كيلو متر مكعب والسعة التخزينية 34 مليار متر مكعب. ويقام على ضفاف نهر الروفيجي، هو نهر داخلي طوله 600 كيلو مترا ويجري فيه 10.58 مليار متر مكعب سنويا. وتبلغ تكلفة إنشاء السد 2.9 مليار دولار فيما يصل عدد العاملين فيها إلى نحو 5000 شخص بين مهندسين وعمال. المصدر RT. إيقاف مسافر سعودي في مطار القاهرة والسبب مياه زمزم. أوقفت السلطات الأمنية المصرية في مطار القاهرة مسافرا سعودي الجنسية حاول تهريب كمية كبيرة من الأدوية داخل عبوات مياه زمزم. ونقلت تقارير مصرية عن مصادر في إدارة الجمارك بالمطار أنه أثناء تفتيش إحدى الرحلات القادمة إلى مطار القاهرة اشتبه موظفو الجمارك في راكب سعودي الجنسية نظرا لكثرة تردده وارتباكه وحمله عددا من عبوات مياه زمزم. وأضافت بسؤاله عما إذا كان بحوزته أي بضائع أجنبية تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية أفاد بالنفي. وأشارت المصادر إلى أنه وبتمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص تبين وجود 558 عبوة أدوية بشرية مخبأة داخل 20 عبوة من عبوات المياه. وتم إيقاف المتهم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتوجيه تهم
بالتهريب لها. المصدر صحيفة سبأ. جينا لنهاية الفيديو، أتمنى تكون نشرة الأخبار عجبت حضراتكم. ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة، بحبكم جدا وبحب تعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.